السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو درس جديد، درس جلابة مخزانية بالقطعات، يعني كتكون جلابة طيحي لها الكتاف، ولكن اللي زايد عليها كيكون عندها الخراط في الجناب. فالعبارات اللي غادي نحتاجو هما: أول شيء كنحتاجو الكتاف، وكنحتاجو دورة الصدر، وكنحتاجو طول الكم، وكنحتاجو طول النهائي او الطول ديال السيدة. هادو هما العبارات اللي كنحتاجو. مثلا حنا عبرنا لقينا بان الكتاف فيهم 50 حيت لحقاش راه حنا عابرين، يعني الكتف راه غادي يكون طايح، ماشي الكتف يعني غيكون ماشي على قد العبر ديالنا، ولكن غادي يكون طايح، يعني عبرنا من تحت الكتف للاخر لقينا 50 سنتيم. دورة الصدر عبرنا الدورة كاملة وقسمناها على 4 عطاتنا 32 سنتيم. بالنسبة يعني راه كنديروها واسعة، راه ماشي كنديروها زعما ماشي كنديروها شوية ضيقة، لا كتكون شي شوية واسعة. طول الكم 51، والطول النهائي 1.30 متر. غادي نرسمو المستطيل ديالنا. فين غادي نرسمو الموديل؟ ها هو. ها هو. فأول شيء كنحتاجوه هو الدورة ديال الكتاف. الكتاف كنشدوها، هاد العبر ديال الكتاف كنقسموه على 2 كيعطينا 25. اذا حنا هاد 25 سنتيم كنشدو، مثلا هذه هي النقطة أ، غادي نعبرو من النقطة أ، غنديرو 25 زائد 1، العبر ديال الكتف زائد 1، ها هي 26. إذن AB كتساوي 50 مقسومة على 2، اللي هي 50 هي العبار ديال الكتاف، كتساوي 25 زائد 1، واحد تنديرو ديال الخياطة. بالنسبة باش غادي نهبطو هنايا أو التركيز ديالنا ولا الطول العرض ديال فين غادي نديرو التقويرة ديالكم ديالنا، غادي نديرو هادي الدورة ديال الصدر. دورة الصدر عندنا 32، إذا هاديك هي القيمة ديال اللي غادي نهبطو بها. إذا أ سي ها هي 32، ها هو الخط، وكنلاقيوه مع هاد النقطة هادي. كنرسمو هاد المستطيل ديالنا، هادي النقطة سي. إذا ا سي كتساوي هو دورة الصدر 32. هنا كنظن الأمور واضحة. المرحلة اللي كتجي هو كنشدو هاد دورة الصدر ديالنا، باش غنديرو دابا العرض، غنشدو دورة الصدر ديالنا هي 32 سنتيم زائد 3. إذا ا دي كتساوي 32 زائد 3. هاد 3 ديال اش؟ هاد 3 هادي حيت لحقاش الجلابة كيكونو عندنا فيها الخراط، باش تفهمو كتر عندنا فيها الخراط. اذا هاد الخراط هادو يعني هما الخراط غيكونو في الجناب، خصنا سنتيم هاد الخياطة هنا والسنتيم الخياطة هنا. اذا حنا غادي نزيدو 3 سنتيمات هادو غير باش يبقاو لنا العبار باش نخيطو ويبقى لنا العبار اكزاكت. اذا هي 35. غادي نعبرو 35 سنتيم، ها هي، هذه هي النقطة دي. إذا غادي نعاودو نهبطوها هاد النقطة دي، لصقوها مع هاد المستطيل، ها هو، ونكملوه. المرحلة اللي كتجي من بعد هو أننا كنحسبو التقويرة ديال
الرقبة 8 ديال السنتيم، 8 ديال السنتيم، ها هي هذه 8 سنتيم. وغادي نهبطوا بجوج ديال السنتيم باش غادي نحفروا الكم. اذا هنا غادي نديروا التقويره ديالنا، ها هي. بالنسبه للكتف غادي نطيحوه بجوج ديال السنتيم، حتى هنا غادي نهبطوا الكتف بجوج سنتيم وغنلاقيو هذه النقطه هذه مع هذه. واحد الحاجه اللي مهمه في هذا الدرس هذا هو اننا فاش كنكونوا هنايا في التقويره ما كنهبطوش نيشان، كنزيدوا واحد جوج سنتيمات، ها هي غنزيدوا جوج سنتيم، ها هي هنايا، باش الكم يجينا مقاد ما غاديش يجي نعوج. عقلوا على هذه القضيه، هذه راها مهمه. كنزيدوا نخرجوا، كنخرجوا بجوج ديال السنتيم. اذا فاش كنخرجوا بجوج سنتيم كنعاودوا نهبطوا لينا، كنعاودوا نهبطوا هذا المستقيم هذا حتى لتحت. حنا كملنا المستقيم ديالنا، اذا هذه المسافه هذه هي اللي بقات لينا اللي عليها غادي نديروا الخراط. هنايا هذا هو العبر ديال الخرطه، هذا راه غيتقطع. فاش كندير هذا مقص يعني اننا هذا الشيء هذا كنقطعوه. هنا في العبار ديال الزلايل هنايا غادي نديرو 40 سنتيم، ها هي 40 سنتيم هنايا. اذا هنا 40 نلاقيو هذه النقطه هذه، هاد النقطة هادي الايفازمون اللي درنا لتحت، ماشي ايفازمون، هي راه كتجي تقريبا دغوا ولكن مع الخرط باش كيجيو شوية مايلين. خص الخرطة تكون الفوق هنا رقيقة والتحت عريضة. إذا دابا كنضل الأمور واضحة. هنا هادي راها خرطة، هادي هذه هي الخرطه. اذا حتى هنا كنقطعوا هذا الشيء، هذا الشيء كله كنتبعوه كيتقطع، كيبقاو هاد الخراط هادو بوحدهم، وكيبقى لنا الجهه الخلفيه بوحدها. هاد الجهه هذه كتكون جهه مغلقه يعني مسدوده. اذا فاش كان اذا هكا راه حنا كملنا الجهه الخلفيه ديالنا. بالنسبه للجهه الاماميه راه ما كاينش الفرق بين الجهه الخلفيه والجهه الاماميه. الفرق فين كاين هو اننا بلاص ما كنهبطوا هنا بجوج سنتيم كنهبطوا بتسعود ديال السنتيم. هنا تسعود سنتيم، وكنعاودوا هاد الحرده ديال الرقبه ديالنا، هاد التقويره كنعاودوها، ها هي. اذا الثوب تيكون في 4. انا باغا ندير معكم واحد الموديل تطبيقي صغير في المصغر باش تجيو تفهموا اكثر. يعني الجهه ديال الخلف كتكون جهه مسدوده، اما بالنسبه للجهه الاماميه كتكون جهه محلوله يعني مفتوحه، ولكن تيكون واحد سنتيم ديال الخياطه هنا باش كنخليوه باش كتجي العمارات السفيفه ديالنا والعقاد ولا الزواق ديال البرشمان وداكشي اللي بغينا نديروه بها. بالنسبه للفتحه نص الطوق اللي كنديروه كنديرو فيها 30 سنتيم، هذا هو نص الطوق ديالنا. كنديرو هاد الفتحه ديال النصف طوق فيها 30 سنتيم. وبالنسبه للفتحه اللي كتكون لتحت جهه الرجلين حتى هي كنديرو فيها 30 سنتيم. هذه فتحه تاع 30 سنتيم.
غنوريكم كيفاش غادي نطبقوا الموديل. مثلا عندنا هذا هو التوب ديالنا، هذا العرض ديالو، المنكب ديالو، وهذا الطول. يعني كنشدو التوب كنطويوه، كنديرو هذا هو الجهه الخلفيه التوب، وهذه الجهه الاماميه ديال التوب، كنديرو له وجه على الوجه، وكنقسموه كنطويوه في النص، كنعاودو كنطنيو التوب، كنخليو مقياس ديال 1 سنتيم. ها هو هذا المقياس، كنخليو د 1 سنتيم. هذا هو ديال الجهه الاماميه، وكتكون السنتيمات ديال الخياطه عندنا هنا، وكذلك هاد الجهه كتكون ديال الخلف، وكتكون جهه مسدوده. يعني كيجيو عندنا جوج جهات مسدودين، جهه الخلف وجوج جهات محلولين، الجهه ديال الامام. كنجيو كنرسمو الموديل، يعني كنحسبو 8 سنتيم، وكنديرو التقويره ديالنا، وكنحسبو الطول، كنحسبو العرض اللي درنا المسافه ا بي كتساوي هو 25 سنتيم زائد 1 26 سنتيم ديال الفصاله. ها هي هذا هو العرض الكتاف ديالنا، وكنهبطوه. وكنهبطو ب 32 سنتيم، ها هي كندرنا 32 سنتيم. كنعاودو نحسبو طول دورات الصدر ديالنا زائد 3 سنتيم اللي قلنا ديال الخياطه هي 36 سنتيم، ها هي كنعاودو نهبطو بها. كنجيو هنا للتصحيح، كندخلو بجوج سنتيم، وكنعاودو هذا المستقيم ديالنا، كنهبطو كنطيحو الكتف بجوج سنتيم، كنهبطو هاد الخط هذا اللي لقينا، كنهبطوه مع الطول النهائي. ها هو كنجيو كنخرجو ب 6 سنتيم، ماشي لا عفوا، كنجيو كنديرو 40 سنتيم ديال التحت ديال الايفازمون اللي غيجي عندنا التحت، باش عليها كنديرو الخراط. هيا اذا هنا هذه خرطه، اذا كنقطعوا هذا الشيء كامل، يعني هو هذا، يعني التوب تيكون في 4، التوب في 4. اذا كنقطعوا الطول، كيبقى لنا الموديل هكا، يعني كنمشيو كنقطعوا راه نفس الطريقه كيف على التوب، كيف على يعني هاد الورق هذا، يعني كيكون الفرق فين كاين هو كيكونوا العبارات، يعني هادو مصغارين. اذا حنا قطعنا الحرده ديال الرقبه ديال الظهر، ما كنقطعوش ديال الامام. الا قطعنا ديال الامام راه كيخسرنا الموديل، لان كنكونوا حفرنا بزاف في الظهر. كنجيو كنحيدوا الخراط ديالنا، هادو كيعاودوا يلصقوا من بعد. هذاك الشيء علاش خلينا، هذاك الشيء علاش خلينا هنايا 3 سنتيم، حيت لحقاش غنحتاجوا سنتيم هنا وسنتيم هنا وسنتيم هنا، يعني هما 3 ديال السنتيمات. باش كنجيو ندخلو، يعني هذه هي الخرطه جهه، راه غنلصقوا هذه مع هذه، غيمشينا سنتيم هنا سنتيم هنا، هي جوج سنتيم، وغنعاودوا نحيدوا سنتيم من لهنايا. اذا هالخرط هما خص يكونوا عندنا 4. هالجهه الخلف اللي درنا ها هي كتكون جهه مسدوده، باش ملي كنحلوه كيعطينا العبار ديالنا ها هو مسدود. بالنسبه للجهه ديال الامام هي هذه، الفرق فين كاين هو اننا هنايا في هذا الفرق، في هذه الجهه ديال الامام كنهبطوا ب 9 سنتيم. حنا ما تنساوش باننا كيف قلت لكم في الدرس راه هبطنا حنا بجوج ديال السنتيم، اذا ديك 9 غنحيدوا منها جوج، راه حنا محيدين منها جوج، غتبقى لنا 7. ونعاودو التقويره ديالنا،
اذا ها نتوما يعني هما الجهه الامام بجوج وها الجهه الخلف وها الخراط باربعه ها هما يا. اذا كنكونوا كملنا الجهه الاماميه والخلفيه فاش كنجيو الخياطه كنخليو هذه الفتحه ديال نص طوق 30 سنتيم فيها كتنزل السفيفه وكنخليو في الفتحه كذلك 30 سنتيم وكنعاودو ندورو الفتحه ديالنا. المهم حتى نوصلو ان شاء الله للخياطه وغنوريكم كيفاش بالضبط. دابا غادي ندوز حتى تما الدرس كيفاش غادي نرسم لكم. الا عبرنا هنايا عبرناها هذه 6 ديال السنتيم من هنا لهنا 6 سنتيم اللي بقات لينا. دابا حنايا عندنا لكم عندنا فيه 51 سنتيم الطول ديالكم غنديروا فيه 51 سنتيم والعرض ديالو العرض خدوها قاعده ديما كنديروا يعني دوره الصدر 32 سنتيم ناقص 4 سنتيم يعني 32 ناقص 4 تعطينا 28 سنتيم هذا هو عرض ديالكم. ها هي 28 سنتيم الى 50 سنتيم 51 سنتيم وغنزيدو يعني هي 51 سنتيم زائد جوج سنتيم الخياطه سنتيم الفوق اللي غندخلوه والسنتيم للتحت يعني تولي عندنا هي 53 سنتيم. ركزوا معايا هاد السنتيمات هادو راه فاش نكونوا كنفصلوا راه ما خصناش نساوهم باش يكون عندنا العبار اللي خدينا في الورقه ديالنا او لاجوندا ديالنا غادي يكون هو هذاك. دونك هنايا درنا دورات الصدر 32 سنتيم ناقص 4 سنتيم هي 28 وهنا درنا 51 سنتيم زائد 2 سنتيم هي 53 سنتيم. بالنسبه باش كنطيحوا الكتف باش كندير التقويره ديال الكتف كنديروا 13 سنتيم هي 13 سنتيم هذه 13 سنتيم ولكن ما تنساوش راه ماشي كم عادي لان الجلابه عندنا فيها الخراط. هاد 6 سنتيم كي غنديروا لها راه خط مستقيم هنا لا هبطنا غادي يجي لكم هكا ما يمكنش. اذا هاد 13 سنتيم هاد القيمه هذه اللي عندنا هنا عقلوا هاد القيمه هذه اللي عندنا هنا انا غنديرها لكم بالاحمر 6 سنتيم غنطلعوا غادي نقصوا هذيك القيمه اللي لقينا هي 6 سنتيم. انا نعاود ندورها عليكم بالخضر هاد 6 سنتيم هذه ها هي انا لونتها هي هاد 6 سنتيم هذه هذه راها معلومه ما تنساوهاش يعني هاد 6 هذه هي هذه. اذا من لهنا من الراس ديالكم من لهنا غادي نديو لهاد هاد النقطة اللي طلعنا منها وبقات. إذا حنا فاش نكونو كنجيو كنخيطو لكم كنلصقو هاد الجهة هي اللي كتجي هنا كنبقاو هابطين هابطين حتى كتوصل لينا لهنا وهاد 6 سنتيم هي اللي عندنا هنا كنصايبوها. كنظن هنا الأمور راها وضحات. بالنسبة للعرض ديال لكم غنديرو فيه 18 سنتيم ها هي العرض ديال الفتحة لكم ها هي 18 سنتيم وغنديو لهاد النقطه هادي ماشي كنطلعوا لهادي لان عقلوا هاد المسافه هادي هي اللي كنديروا هنايا ها هي هادي 18 سنتيم. اذا هذا هو الكم ديالنا تيكون في 4 علاش حيت لحقاش هادي كتكون جهه مغلقه جهه مسدوده ها هي جهه مسدوده كتكون. اذا هاد الجهه مسدوده وجهه مسدوده كيعطيوناكم وعاوتاني هذه الجهه لكم ديال اليد اليمنى عاوتاني الجهه ديال اليد اليسرى خصنا يكونوا في جوج يعني هي 4. كنظن هنا الامور كنتمنى الا ما كف اللي ما فهمات شي حاجه تكتبوها لي في لي كومونتير. دابا غادي ندوزو للقب. القب غنديروا فيه 30 سنتيم في العرض ديالو 30 سنتيم والطول ديالو غادي نديرو فيه 44 سنتيم
هي 44 سنتي. هنا كنديرو 30 سنتيم وهنا 45 سنتيم. هاد الجهة كتكون جهة مغلقة، كتكون هنا ما كيكون تيكون التوب هنا متني على جوج. إذا هنا 30 سنتيم والطول ديالو 45 سنتيم. القاعدة كنجيو هنا كنطلعو 10 سنتيم، يعني هنايا طلعنا 10 ديال السنتيم. كنجيو ها هو غنديرو هاد الخط من لهنا حتى لهنا، كنجيو كنحسبو تقريبا هنا 30 سنتيم. ها هي هادي 30 سنتيم. الى عبرنا هاد التقويره ديال الامام مع الخلف غتعطينا 30، هي هادي. وغنديو المنحنى ديالنا ها هو. اذا حنا القب هادي القب حنا كملناه، يعني هادي هادي في جوج، لان هاد الجهه مع الجهه هادي مسدوده الجهه اللي من هي في جوج. كيكون هكا كيكون كملنا الدرس ديالنا، وان شاء الله تندوز ندوزو نكملو الدروس الاخرى ان شاء الله.